الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية أرسل ربنا سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل ربنا سبحانه وتعالى الكتب، واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل خاتم المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الكتب القرآن الكريم، جعله الله عز وجل مهيمنا على الكتب السابقة. فمن أراد النجاة في هذه الدنيا وفي الآخرة فليتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وليتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تمسك بهما فقد أفلح ونجا، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، معنا اليوم سورة من كتاب الله عز وجل، سورة عظيمة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ليقرع أسماع المعرضين من المشركين في مكة. أنزلها الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. هذا القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لينذر به، ولا يكون في صدر النبي صلى الله عليه وسلم حرج منه. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وقرأه على مسامع المشركين والمؤمنين المقبلين والمعرضين. معنا اليوم سورة أريدك أن تتخيل أنك تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة. تخيل معي الوضع، النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في مكة، كان يسمى بالصادق الأمين، ثم جاء إلى المشركين في قريش وقال لهم: لقد نزل علي الوحي، إني لكم النذير العريان، إني أحذركم عذاب يوم عظيم. هم لم يصدقوه، أعرضوا عنه، خافوا على مصالحهم، على دنياهم، على أموالهم، أعرضوا، رضوا بالحياة الدنيا، أعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، كذبوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنكروا يوم البعث، قالوا لا نصدق أن هناك يوما يبعث فيه الناس. وكيف؟ وتعجبوا وأعرضوا، وكيف ينزل القرآن على رجل منا، وكيف تبعث الأجساد بعدما بليت، وكيف وكيف. فأعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن القرآن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في دعوته، استمر بالصدع بالقرآن، يقرع بالقرآن أسماع المشركين. أريدك أن تتخيل في هذا الوضع، في قمة الإعراض، لا يريدون أن يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصدقون بيوم البعث، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم وسط المشركين ليقرأ عليهم قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقف النبي صلى الله عليه وسلم بين المشركين ليقول: القارعة. تخيل أول مرة الناس تسمع هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقف وسط المعرضين الذين لا يصدقون أصلا بالبعث ولا بالنبي ولا بالقرآن. هذه السورة تخاطب أسماع المعرضين عن شيء ينكرونه، لكن هكذا القرآن يستمر في دعوته حتى لو أعرض الناس، لأن للقرآن سطوة على القلب، يأخذ بمجامع القلب، يأخذ بالعقول. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: القارعة. هذا اللفظ عند العرب صوت عظيم، صوت القرع، يكون للداهية العظيمة،
للحدث الضخم، القضية الشديدة، في الحرب، في المصيبة، في الداهية. فتخيل المشركين يجتمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقصد؟ يريدون أن يسمعوا ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي الحرب؟ هل جاءه وحي بالحرب؟ هل هي المصيبة؟ هل هي العذاب؟ القارعة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن: ما القارعة وما أدراك ما القارعة. كل هذا والمشركون يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقصد؟ ماذا يريد؟ تخيل هذه البداية التي تأخذ بالعقول وتأخذ بالقلوب، هذا الصوت صوت نذير حرب، فيجتمع المشركون، ماذا يقصد؟ بماذا يخوفنا؟ هم قلة في مكة، هل من المعقول أنه يعلن الحرب، يعلن الحرب علينا؟ هل جاءه وحي من ربه أنه سوف ينزل العذاب علينا، أن الله عز وجل سوف ينزل العذاب علينا؟ تخيل أنه يكلمهم بهذه البداية، صوت القرع، قرع، اصطكاك الجسم بآخر يحدث صوت ضخم، يستعمل من الناس في الحرب، في المصيبة. حتى في لغة العرب حينما يقولون قرع فلان فلانا، أي زجره ووعظه وخوفه وكلمه بغضب. يعني لما تشوف واحد بيكلم واحد بغضب وبقوة وبتحذير ووعظ، يقول هنا قرع فلان فلانا، فهذه الصورة تقرع الأسماع، صوت القرع، هذا الصوت يغطي على كل صوت. يعني لو أنت سمعت مجموعة من الأخبار، نسأل الله السلامة والعافية، ابتلي إنسان بمجموعة من المصائب، ابتلي في سيارته، ابتلي في ولده، ابتلي في صحته، ابتلي في كذا، لكن يظل هناك خبر هو الذي يسيطر على كل الأخبار، هو الذي يغطي على كل المصائب، هذا الخبر يسمى الطامة، يغطي على كل شيء، الحاقة، القارعة. هذا الصوت بالرغم من أصوات مختلفة بيسمعها الإنسان، مصائب مختلفة، أشغال مختلفة، يترك كل شيء ويلتفت إلى هذا الصوت، لأن هذا الصوت يهدد حياته، هذا الصوت يهدد مصيره، فيترك كل شيء ويلتفت إلى هذا الصوت العظيم، القارعة. ما القارعة؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: مهما حدثتكم عن القارعة لن أوفي حقها، لن تستطيع العقول أن تصل إلى كنهها. مهما حدثتكم، وما أدراك ما القارعة، مهما حدثتكم عن هذا اليوم العظيم، عن المصائب التي سوف تحدث في هذا اليوم، عن الداهية، عن القارعة التي تنزل على قلب الإنسان وعقله وبدنه، مهما حدثتكم لن تستوعبوا. وما أدراك ما القارعة؟ خير مشرك بيسمع هذا الخبر فيقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقصد؟ ماذا تريد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم، أي القارعة، أحدثكم عن يوم، أخوفكم من زمان، أخوفكم من حدث سوف يأتي، اقتنعتم أو رفضتم، قبلتم أو جحدتم، هذا اليوم سوف يأتي، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. هذه السورة حينما تقرأها ليس فيها خطاب مباشر لأي أحد، بعكس سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر، خطاب مباشر للمعرض. هذه السورة تتكلم عن حقائق قرآنية الموجودون في هذا الزمان معرضون عنها، يعني اللي قاعدين بيسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب اللي بيسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، لحظة النزول، لا يريدون أن يسمعوا عنه، بل يكذبون بالبعث. وبالرغم من ذلك يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بهذه الحقائق، قبلها من قبلها وأعرض، وأعرض عنها من أعرض عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قام، اقرأ السورة مرة أخرى، تتكلم بضمير المخاطب، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، لا تخاطب أحدا، سورة تتكلم عن حقائق قرآنية، هكذا ينبغي أن يعرض القرآن. نحن نتكلم عن حقائق سوف تحدث، ليس معنى أن بعض الناس ينكر يوم القيامة أننا لا نتحدث عنه. بعض الناس يقول لك: هو إحنا ينفع
نكلم المعرض أو الملحد أو الجاحد أو الكافر، نعرض عليه حقائق هو يرفضها؟ نعم، تعرض عليه، تعرض عليه هذه الحقائق وبصورة قطعية. أنت تكلمه عن معتقدك، أنت تكلمه عن يقينك، تكلمه عما رأيت من أحداث يوم القيامة في القرآن، أنت تحدثه عما رأيت لا عما سمعت. يعني تخيل لو أنت رأيت نارا عظيمة تحرق الناس، تحرق البيوت، تحرق الأموال والأولاد، ثم انطلقت مسرعا إلى قوم لم تأتهم النار بعد، تحذرهم النار، فقالوا لك نحن لا نصدقك، ليس هناك نار، ليس ثمة نار، كيف سيكون حديثك؟ هتقول لهم طالما أنتم مش معتقدين أن فيش نار، خلاص خلينا ما نتكلمش في موضوع النار، خلينا نتكلم في موضوع آخر، والنار سوف تأتي، حدثهم عما رأيت، حذرهم، قم بدورك. قبلوا أو رفضوا، آمنوا أو جحدوا، حدثهم عن النار التي سوف تأتي. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن نرفض حديثك، لا نصدقك. وبالرغم من ذلك يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم القارعة. حتى العلماء اختلفوا ماذا يريد القرآن، هل سوف تأتي القارعة أو أحذركم القارعة أو القارعة سوف تأتي؟ جاءت هكذا الكلمة، حتى حار المفسرون، هذه الكلمة هل هي جملة؟ أين بقية الجملة؟ هذا المقصد، هذه الكلمة جاءت لهذا المقصد، أن يتفكر الناس ما هي القارعة في حياتي، ما هي المصيبة التي لو أنا سمعت عنها في حياتي يتوقف تفكيري عن كل شيء وأنشغل بهذه المصيبة. ما هو أعظم موقف مر به الإنسان؟ ما هي أكبر مصيبة تحدث للإنسان؟ ما هو أعظم صوت يأتي إلى أذن الإنسان؟ تأتي هذه السورة التي تقول لك انشغل بمصيرك الأخروي، إياك أن تعرض عن مصيرك الأخروي. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ تبدأ السورة، أنا عايزك تسمع القرآن وكأنك تشاهده، وكأنك تشاهد الأحداث التي تتلى عليك. بدأت السورة بمشهد صوتي، القرع هو صوت، صوت عظيم. بدأت السورة بمشهد صوتي، يعني كأنك أنت قاعد تغمض عينيك وتستمع للقرآن فتسمع القارعة، فتتخيل صوت عظيم هز قلوب الناس وعقول الناس وأخذ بقلوبهم، ثم استمريت في قراءة سورة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس، ها هنا بدأ مشهد مرئي، بدأت السورة تتضح أكثر. نفس اللي حدث في سورة العاديات، السورة التي قبلها مباشرة بدأت بمشهد صوتي، صوت الخيل، العاديات ضبحة، مشهد ضبح الخيل أنت تسمعه ولا تراه. ثم بعد ذلك فالموريات قدحا، مشهد الشرارة اللي بتخرج من أرجل الخيل حينما تصطدم بالحجارة وتسير في الجهاد في سبيل الله. إذن أحيانا من جمال القرآن يبدأ بصورة غير مكتملة حتى تنظر إليها وتنتظر اكتمال المشهد. تخيل كده أنت بتفتح مشهد مرئي وبدأت الشاشة سوداء أمامك وتسمع أصوات حرب وأصوات قتل وأصوات صويت الناس وعويلهم. تخيل أنت بتسمع والشاشة سوداء، أنت ترتقب أن الصورة تفتح، حينما تفتح الصورة ماذا ستشاهد؟ فالصورة الآن لا نرى شيئا، ولكننا نسمع صوت حرب، صوت نذير، صوت فزع ورعب، صوت داهية، صوت مصيبة. ثم يبدأ المشهد ليتضح، لترى الناس كالفراش المبثوث، هؤلاء العقلاء الذين كانوا يسيرون على الأرض أمامنا يصبحون كالفراش المبثوث. هذا الفراش رمز قلة العقل، رمز الضعف، رمز الذلة، رمز الانقلاب على النار وأنه بيتهافت على النار. هذا الفراش الذي لا يفكر في شيء، ينخدع بأدنى صورة، يرى النار فيحسبها شيئا عظيما فيقبل عليها فيسقط فيها. هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا آخذ بحجزكم عن النار.
مثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو يحذرنا من النار، وأن منا من سيكون كالفراش الذي يسقط في النار. الفراش المبثوث متجه في كل الاتجاهات، يسير في كل الاتجاهات، فتقول هكذا الناس لأنهم ضعاف، هكذا الناس لأنهم خفاف، هكذا الناس لأن الأمر عظيم وهم ليسوا بالقوة التي تتحمل هذا الأمر العظيم. فتنظر إلى الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أثقل مشهد تراه في الدنيا أمامك مشهد الجبل الذي يضرب بجذوره في الأرض. هذا الجبل من الصخور أثقل مشهد تراه في الدنيا، ها هو يوم القيامة كالعهن المنفوش، الصوف الملون المنتشر. تخيل المشهد، الشاشة كانت سوداء، صوت رعب، صوت فزع، صوت حرب، بدأت الصورة تتضح، وجدت أشياء تسير في كل مكان. ما هذا؟ هؤلاء الناس كالفراش المبثوث. بدأ مشهد يصبح فيه ألوان، مشهد العهن المنفوش، مشهد الجبال، الصوف الملون يتجه في كل مكان. أنت تسأل ما الذي يثبت إذن إذا طار الناس كالفراش المبثوث ونصفت الجبال وأصبحت كالعهن المنفوش؟ ما الذي يثبت إذن؟ إذا لم تثبت الجبال فاليوم تثبت الأعمال. فأما من ثقلت، ها هو اللفظ الذي تبحث عنه، لفظ الثقل في مشهد الخفة، مشهد كل شيء أصبح خفيف، أصبح متطاير. الناس والجبال أصبحوا متطايرين. حينما ترى هذا المشهد تريد أن تثبت، تريد أنت أن تثبت، تريد أن تبحث عن شيء ثقيل تتمسك به، فيخبرك الله أنه لا يثبت في هذا الوقت، في وقت أصبحت فيه الجبال كالعهن المنفوش، لا يثبت في هذا الوقت إلا الأعمال. فأما من ثقلت موازينه، يعني في ناس من وسط هذا المشهد هم من فزع، من فزع يومئذ آمنون. في مشهد في وسط هذا الفزع، في وسط هذه الحرب، في وسط هذه المصائب، تجد أناس في قمة الأمن، لا يضرهم هذا المشهد. من هم؟ فأما من ثقلت موازينه. انقسم الناس إلى قسمين. فأما من ثقلت، لفظ الثقل أنت تبحث عنه، لأن أنت من أول ما سمعت صوت القارعة، هذا لمن ألقى سمعه للقرآن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هذا القرآن يذكر من الذي له قلب يشاهد به هذه الأحداث، أو ألقى السمع وهو شهيد وكأنه يشاهد هذه الأحداث. بدأت الصورة مشهد مرعب، صوت مرعب، تبحث عن ملجأ، تبحث عن مكان آمن. نظرت إلى الناس فهم كالفراش المبثوث، ذهبت إلى الجبال فهي كالعهن المنفوش، جاء لفظ الثقل. فأما من ثقلت موازينه، وهذه مصيبة عظيمة، أن الأعمال ستوزن. إن كل ما مر بنا في الحياة لم يكن عبثا، أن كل الأحداث والكلمات والمواقف والخواطر سوف تأتي وتوضع على الميزان. إن الله لا يظلم الناس شيئا، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مصيبة حينما يأتي الإنسان لهذا المشهد، مشهد الجبال والناس، ثم يرى الأعمال يؤتى بها لتوضع في الميزان. فأما من ثقلت موازينه، قضية ليست في ميزان واحد، لأنه ليس عمل واحد، مصيبة، مصيبة وزن الأعمال. بعض الناس كان صاحب مناصب في الدنيا، كان له سطوة في الدنيا، له كلمة مسموعة في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فيوزن، تحط في الميزان، فلا يزن عند الله، مش عند الناس، جناح بعوضة. قال ربنا سبحانه وتعالى: خافضة رافعة. انقلاب في الموازين. فلان العظيم السيد الشريف يصبح كالعهن المنفوش كالفراش المبثوث، وفلان الذي لا يسمع له ولا يؤبه له، الذي كان في الدنيا عند الناس حقيرا وضيعا،
ها هو ملك من ملوك الآخرة، هو من سادات الآخرة، ها هو في ظل عرش الرحمن خافضة رافعة. انقلاب في الموازين، الموازين عند الله وليست عند الناس. ما قيمة أعمالنا عند الله؟ ما قيمة كلماتنا عند الله؟ ما قيمة قلوبنا عند الله؟ حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذن التي لا تصلي الفجر وتعرض عنها وتنام عن الصلاة يبول فيها الشيطان، وأن الرأس التي تنام عن الصلاة متعمدة تحطم في القبر، وأن البيوت التي لا تصلي وتعرض عن الصلاة تستحق التحريق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك أن يحرق بيوت المنافقين الذين يعرضون عن صلاة الجماعة. لماذا تحرق البيوت وتكسر الرؤوس ويبال في الأذن؟ لأنها لا قيمة لها، لا قيمة لها عند الله. بالرغم أن قد تكون هذه البيوت معظمة عند الناس، وهذه الرؤوس من أذكى الرؤوس في الأرض، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن هم عن الآخرة غافلون. فإذا الموازين تظهر على حقيقتها. لطالما عاش الناس في الوهم، لطالما عاشت الناس بموازين وهمية، فيأتي الوزن الحق. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، راضي، عيشته راضية، رضي عن الله ورضي الله عنه، وهو آمن من هذا الفزع. لماذا؟ لأنه لم يكن كالفراش المبثوث في الدنيا، لم يكن يتهافت على الألوان المزيفة والأفكار الضالة والشهوات، لكن الذي كان يعيش كالفراشة في الدنيا يقبل على كل شيء، إذا عرضت له أي شهوة أقبل عليها وأي شبهة قبلها، يصبح يوم القيامة أما من خفت موازينه. أما الذي كان ثقيلا في الدنيا، كيف يصبح الإنسان ثقيلا بإيمانه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أن تتمسك بالوحي حتى لا تفتن كالفراش، حتى لا تطير كالعهن المنفوش، لابد أن تكون ثقيلا ألا تستخف. مهما عرضت عليك الشبهات والشهوات أنت تحمل في قلبك إيمانا ثقيلا. القضية ليست بالوزن. ها هو ابن مسعود يقف على الشجرة ويضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من ساقي؟ إنها عند الله أثقل من جبل أحد. هذه الساق التي وقفت وجهرت بالقرآن، هذه الساق التي هاجرت في سبيل الله وجاهدت في سبيل الله وتعلمت العلم ونشرت العلم، هي أثقل عند الله من جبل أحد. قضينا الموازين مختلفة تماما. إذا كان الناس لها تعاملات مختلفة وماركات مختلفة وتقييمات في الدنيا، تعامل مختلف تماما يوم القيامة. انقلاب في الموازين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه. مصيبة لا تحل، لا تستدرك. يعني في مصائب في الدنيا قد يكون لها حل، في مرض صعب ممكن نبحث له عن علاج في الخارج، فقر نبحث له عن من يسد دينه، في مصائب لها حلول. هذه مصيبة ليس لها حل، مصيبة وضع الأعمال في الميزان ثم لا يثقل الميزان. توضع كل الأعمال، العمل تلو الآخر، حتى قاربت الأعمال على النفاد والميزان لا زال خفيفا. تخيل مشهد واحد، كل الأعمال عمالة توضع والميزان يزداد خفة، المصير سيحدد، وتنتهي الأعمال وتنفد الأعمال وخفت الموازين. وأما من خفت موازينه ما الذي سيحدث له؟ فأمه هاوية. أمه هاوية، ما معنى أمه هاوية؟ قال بعض أهل العلم: أمه أي مأواه، الذي يتولاه، الذي يعامله معاملة الأم ولكن بالعذاب، أي الذي يطعمه ويغذيه ويسقيه ويعطيه اللبس. كل هذه الأشياء، لباسه من نار وطعامه من نار وشرابه من نار وحياته من نار، تتولى أمره. أمه هي الهاوية، وصف لجهنم، أي أمه نار هاوية عميقة، أي مأواه ومصيره الذي يتولى أموره هي النار.
وحسبه جهنم وبئس المصير. حسبه جهنم أي كافيه جهنم. الرأس أحيانا تسمى على أم رأسه أي مقدمة الرأس. فقال بعض العلم أمه هاوية أي أن رأسه تنقلب وتسقط في جهنم، يعني يسقط يهوي في جهنم لكن ليس بقدميه، يعني ينزل إلى جهنم والعياذ بالله منكوسا على رأسه، حصل عنده انقلاب، بدل ما بينزل النار والعياذ بالله في بقدميه يهوي في جهنم ولكن منكوسا على رأسه. فقالوا فأمه هاوية أي أن رأسه تسبقه إلى جهنم. هذه الرأس التي أعرضت وتكبرت وتجبرت، هذه الرأس التي اغترت بألوان الشهوات والشبهات والتي كانت في الدنيا كالفراش المبثوث، ها هي تنقلب وتنكس وتنزل في جهنم. فأم رأسه هاوية أي فرأسه تسبقه إلى جهنم وتهوي به إلى جهنم. وقيل فأمه هاوية أشبه بمثل تضربه العرب ثكلتك أمك، أي يا لمصيبته يا لحزن والدته عليه، ولن ينفعه حزن الناس عليه، ولن ينفعه حزن الناس عليه. أمه هاوية أشبه بويل أمه أو ثكلته أمه. فأمه هاوية أي يعني إلا يحصل له. وما أدراك ما هي، هذه أيضا لا توصف كالقارعة، هذه أيضا لا توصف، لا يستطيع العقل البشري أن يتخيلها. لذلك لما بدأت السورة القارعة من الفراش المبثوث، فما بالك أنت بالذي يحدث، يعني إيه الحدث اللي لما يحصل في الدنيا الناس تجري وتخبط في بعض وتسير في كل الاتجاهات وتصبح كالفراش، ما هو هذا الحدث؟ تخيل حدث الزلزلة مثلا، زلزال عظيم وتسقط البيوت وتنهار وحرائق شتى في كل مكان، شوف تفاعل الناس، هكذا الناس يوم القيامة، الناس يتركون كل شيء يسيرون كل مذهب، هكذا الناس يوم القيامة. الأمر جلل، الأمر عظيم. وما أدراك ما هي، نار حامية، كل نار حامية، كل نار لابد أنها حامية. تخيل أن الله يصف هذا النار، هذه النار بأنها حامية، فكيف هي؟ ليست كنار الدنيا، أعظم بكثير، أضعاف مضاعفة، 70 ضعف نار الدنيا. ومش 70 ضعف نار الدنيا، لا 70 ضعف أي نار هنعرف نوصلها في الدنيا. تخيل نار جهنم 70 ضعف منها، تخيل أفران اللي ممكن تصهر الحديد الآن في الدنيا، تخيل يوم القيامة النار أشد منها وأعظم منها، لأن ليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء. لكن كنه الشيء مختلف، كنعيم الجنة كذلك عذاب النار والعياذ بالله. نار حامية كما قال ربنا في السورة، في السورة التي تليها في سورة الهمزة، نار موقدة أي لا تنطفئ، أي أن النار لا تهدأ أبدا، يعني ممكن النار تخبو تمر أن هي بتهدأ وبعدين تشتعل، أبدا هذه النار لا تهدأ أبدا من غيظها على هذا المجرم، على هذا المعرض، على هذه الرأس التي أعرضت عن كتاب الله. إذن المصيبة العظيمة في هذه السورة القارعة، المصيبة والحدث الجلل هلم إلى وزن الأعمال. المصيبة العظيمة في هذه السورة أن الأعمال ستوزن. ارجع بعد أن تغلق هذه السورة، ارجع إلى أعمالك. السورة لم تخاطب أحدا، هي حقائق، طلقات من الحقائق مستمرة لا تخاطب أحدا، قبلها من قبلها وجحدها من جحدها، وجحدها من جحدها. القارعة، ما القارعة؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ثم يقرأ السورة ثم ينصرف، لم يكلم أحدا. قوة الحق، قوة القرآن، قوة الحقيقة القرآنية وهي تعرض على القلوب. هكذا لابد أن تكون دعوتنا، هكذا لابد أن نحدث الناس بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشوط العظيم في جزء عامة الكل يحفظه، لكننا من كثرة سماعنا له وقراءتنا، كثرة قراءتنا له، لم نعد نتدبر فيه، في حين أن هذه السور هي التي غيرت حياة الصحابة، هي التي غيرت اختياراتهم في الحياة، هي التي غيرت طريقهم تماما.
هذه الصور هي التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل من القرآن المفصل، كما قالت أمنا عائشة فيه ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس نزل عليهم الحلال والحرام، حتى إذا ثاب الناس عادوا إلى رشدهم أفاقوا من غفلتهم، لن يعود الناس إلى عقولهم، لن يفيق الناس من غفلتهم إلا بهذا الخطاب القرآني كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع قوم معرضين مشركين رافضين للوحي كافرين بيوم القيامة، وبدأ معهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي خلقهم هو الذي أنزل لهم هذا الوحي. هذا الشوط العظيم حينما تقرأ من أول سورة الزلزلة، زلزلت الناس حتى يفيقوا، ثم صوت المجاهدين المنطلقين لنصرة الدين في العاديات، ثم صوت القارعة الذي يقرع الأسماع والقلوب والعقول، ثم الخطاب المباشر، فالذي لم يشعر بالزلزلة ولم يسمع صوت العاديات ولا القارعة فقد ألهاه التكاثر، وإنه والعصر لخاسر، ولن ينفعه ماله ولن ينفعه ماله الذي جمعه وعدده. هكذا الصور المتتاليات: إذا زلزلت الأرض زلزالها والعاديات ضبحا، ثم القارعة، ثم ألهاكم التكاثر، ثم والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم ويل لكل همزة لمزة. شوف هذا الشوط العظيم، هذه لذات العنيفة تأخذ بالقلوب من شهوات الدنيا، الناس مشغولة. تخيل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقف على جبل يكلم الناس المعرضين، الناس في أسواقهم، هذا يذهب ليشرب الخمر، هذا يرابي، هذا يقوم بوأد ابنته، وهذا يفعل وهذا وهذا، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليهم هذا القرآن، فيلتفت إليه من يلتفت ويعي من يعي. ثم الناس إما مؤمن أو جاحد، الناس تجاه هذا الخطاب إما مؤمن مقبل خاف على مصيره، أو بعدما أيقن أن هذا الكلام ليس من كلام البشر. لقد كان بيننا، تخيل قريش بتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أكيد هذا كان بيننا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله لم يستطع أن يتكلم بمثل هذه الكلام، من أين جاء بهذا الكلام، من أين جاء بهذه القوة، من أين جاء بهذا اليقين، من أين جاء به؟ إنه من عند الله، هو يحدثهم عن أمور لم يرها ولكنه عاينها بقلبه. لذلك يقول الله عز وجل لنبيه في القرآن: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى، وكأنه لابد أن يوقن كأنه رأى هذه الأحداث. فحينما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عما رأى بقلبه لا عما سمع، فيكون الكلام مكتسبا طعم اليقين. ارجع إلى هذه السورة، قرأها مرات ومرات، ارجع إلى هذه السورة اقرأها على أولادك، على زوجتك، على الناس، ولا تستعمل أسلوب الخطاب، أنت تحدثهم عن حدث سيحدث. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس وتكون الجبال، وأما من خفت، وأما من ثقلت، وأما من خفت. أنت تتكلم عن حقائق سوف تحدث، هذه حقائق قرآنية سوف تحدث، قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ليقرع أسماع الناس. فمن أراد أن يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، في تحذيره للناس، في خوفه على الناس، فليتحرك بالقرآن، فليحدث الناس عن هذه الحقائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس أن ذكرهم بهذا المصير الأخروي، أن كلمهم كلاما يشد انتباههم حتى يأخذهم من هذه الدنيا، هذه الدنيا التي زينت تأخذ العقول والقلوب، هذه الدنيا لابد لها من خطاب قوي يأخذ أيضا بالعقول وبالقلوب. هكذا نزل الوحي، هكذا غير القرآن الصحابة، هكذا أثر القرآن في المشركين، فآمن من آمن وجحد من جحد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا،
اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اللهم اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.